الكبير. الدكتور اسامه لم يعتذر، وانا بطلبه انه يتنحى عن انه يبقى وكيل لقاده الرقابه. رقم 2 اعتذار. رقم 2 رقم ثلاثة علشان دي الجمعية العمومية كاملة، أنا ليه اقتراحات لمجلس النقابة يحاول ينفذها بالطريقة اللي يقدر عليها. واحد، إلغاء التعاقد الرسمي مع النيابة والقضاء اللي بيتعاقدوا في المستشفيات العامة. ما يتعاقدوش في المستشفيات بس. ودي حاجة قانونية محدش يقدر يتكلم عليها. الجهة اللي هتصرف على علاج أصحاب المستشفيات الخاصة اللي هيصرفوا على كده، النقابة لازم تعاقبهم، لأن ده ضد كل اللي حصل. رقم 2 الإضرار الإداري، مفيش تعليم طبي يطلع للنيابة، والواقع مسوح للنيابة من الأرض كلها. رقم 4 انتخابات نقابيه مبكره نظرا لفشل المجالس النقابيه. الدكتور احمد بقى معاون نقابه القاهره، اتفضل.